دلوقتي خلينا نروح للعالمين ونعرف زميلنا رامي محمد أبرز فعاليات مهرجان العالمين الجديد النهارده. صباح الخير عليك يا رامي. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير مصطفى، صباح الخير على كل متابعينا في متابعة لفعاليات مهرجان العالم عالمين مدينة العالمين الجديدة. المهرجان اللي بيشهد استعدادات ولمسات نهائية خاصة بحفل الفنان أحمد سعد غدا، وكمان بنتكلم عن استعدادات كبيرة خاصة بشواطئ مدينة العالمين مع عطلة نهاية الأسبوع لاستقبال المواطنين، حيث بتزداد الأعداد مع نهاية الأسبوع وخاصة في أيام العطلات الرسمية بتكون الأعداد بزيادة. وكان لنا امبارح جولة في الممشى الخاص بمدينة العالمين، وكان لنا لقاءات مع عدد من المصريين، سواء من المصريين أو غير المصريين من الإخوة العرب أو من المصريين المقيمين في الخارج، والجميع أبدى سعادة من خلال المشاركة والوجود في مدينة العالمين الجديدة المختلفة، وكمان الحالة الممتعة اللي بيحققها مهرجان العالم عالمين. كمان الشواطئ بتستعد لانطلاق عدد من المنافسات خلال الأيام المقبلة، بنتكلم عن تحدي البادل، المنافسات الخاصة بترايثلون السباق الثلاثي الأولمبي، وكمان بطولة العربية للجودو، والعديد من المنافسات اللي بتستعد ليها شواطئ مدينة العالمين، وكمان السواحل بوجود عدد من الألعاب والمنافسات الجيت سكي وغيرها، ومنطقة العالمين أرينا اللي بتستعد بوضع اللمسات الأخيرة سواء للإضاءة أو كمان الأجهزة الصوتية وغيرها لانطلاق حفل الفنان أحمد سعد. وكمان من المتوقع أن يكون في حفلات أخرى خلال هذا الأسبوع والأيام المقبلة، حفل الفنانة نانسي عجرم وحفل الفنان راغب علامة، العديد من المواقع اللي بتشهد استعداد لانطلاق عدد من الفعاليات الخاصة بمهرجان العالم عالمين. ده المشهد، وعودة لك. طبعا زميلنا رامي محمد بشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل المتعلقة بمهرجان العالمين الجديدة. زي ما انت نحن كنا بنتكلم انه هذا المهرجان الحقيقة هو مهرجان ولد كبيرا وميجا فاستيفال زي ما بيطلق عليه، يعني بلغة المهرجانات، مهرجان ثقافي فني رياضي بجدارة. المكان يعني مش محتاجين نتكلم عنه اكتر. حقيقه الناس قاعده بتتفرج كده مصطفى من الاول على الصوره، وبعد كده بتتابع الفعاليات، كله متفاجئ ومفاجاه حلوه. صحيح، والكلام يعني برضو عايز اقول لك ان الفايده بتعم، يعني الحسنه تعم هنا، لان احنا القصه مش هتقف بس عند العالمين، ده بالتاكيد هيفيد كل الساحل الشمالي، يعني يمينا ويسارا في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده، بالتاكيد كل القرى الأخرى هتبقى مستفيدة، وكل المصريين اللي بيشتغلوا في هذه القرى ده برضو بالنسبة لهم هيبقى مصدر دخل مهم، وهيعمل حركة وتنشيط لهذا المكان بشكل كبير بكل تأكيد.